وزارة التربية تعكف هذه الآونة على تجهيز المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية لعقد انتخابات المجلس البلدي والمقرر عقدها في الواحد والعشرين من مايو الجاري والبالغ عددها ستة وسبعين مدرسة بالإضافة لمدرسة واحدة لوزارة الداخلية الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية السيد يوسف النجار أكد جهوزية هذه المدارس حسب متطلبات وزارتي العدل والداخلية تمهيدا لتسليمهم اللمسات الاخيره توضع لاكتمال جهوزيه مدارس وزاره التربيه التي تم اختيارها لتكون مقارا انتخابيه لانتخابات المجلس البلدي والمزمع عقدها في 21 من مايو الجاري فتم تجهيز هذه المدارس وتوفير كافه مستلزمات وزارتي العدل والداخليه بناء على معايير ومواصفات معينه تم الطلب منا بتجهيز 76 مدرسه لهذه الانتخابات وتكون في مدرسة اللي هي السبعة وسبعين هذه تكون مركز قيادة للداخلية حاليا إحنا قاعدين نقوم في تجهيز هذه المدارس من ناحية الصيانة والطلبات اللي مطلوبة من وزارة العدل التنسيق بين وزارة التربية ووزارة العدل بشكل يومي مع المهندسين القائمين عندنا لأعمال أي صيانة تحتاجها المدارس تم تخصيص بكل مدرسة ثلاث مهندسين كهربائي ومدني وصحي وإنشائي يعني. فهذين هم مسؤولين حاليا مع فريق العدل للعمل على تلافي أي ملاحظة موجودة تواصل مستمر بين وزاره التربيه مع وزارتي العدل والداخليه لتسليم هذه المدارس قبيل عقد الانتخابات مع تواجد دائم لمهندسي وزاره التربيه بمختلف التخصصات لتلافي اي عوائق او مشكله قد تحدث في هذه المقار الانتخابيه بناء على طلب وزاره العدل تسليمهم المدارس يوم الاربعاء تاريخ 18 5 للعمل على تجهيزها وترتيبها طبعا ما مع وجود عندنا المهندسين بكل مدرسه راح يكون موجود يا مدير مدرسه او مدير مساعد لهذه الاعمال فالعدل تستلمها الاربعاء والخميس يجهزونها يوم الجمعه تستلمها وزاره الداخليه. نتمنى ان ننجح في استضافات اعمال هذه الانتخابات وتمر هذه الانتخابات ان شاء الله بكل يسر وسلامه ناكد على سلامه المنشات اللي هي تبع وزارة التربية مدارسنا لأن إحنا بعد الانتخابات راح يتم العمل فيهم على ثاني يوم بإذن الله تعالى إذا جهود مكثفة وتكاتف كبير للكثير من الجهات المشاركة في هذه العملية الانتخابية وتجهيز هذه المقار لتسير انتخابات المجلس البلدي بالشكل الأمثل وعلى أكمل وجه. ديما دحدا التلفزيون دولة الكويت.